كمديرة مشفى كطبيبة أطفال أيضا. جيب شخص بتقوم بتصير إدارة منيحة بتقدم طيارة؟ طيارة طالعة بتقدم معلومات بتقدم مخطط والله. بسم الله الرحمن الرحيم. مريم أمورها بخير. المرأة ما لازم تشتغل نهائيا، المرأة لازم تقعد في البيت. لقينا انه اذا انتخبنا الدكتورة أماني إدارة المشفى بتمشي مني، انت خيارك خطأ. أنا ما بشوفه هذا الموقف. والله زعلنا إيمان أكثر، والله العظيم يا مستسلم لأول عشرة.